أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وهذا الحوار الرئيسي في برنامج من القاهرة بتعكف بعثة من صندوق النقد الدولي على إجراء لقاءات موسعة بتستمر لمدة أسبوعين مع الحكومة في إطار المباحثات الرسمية حول طلب قرض تقدمت به مصر للحصول على قرض من الصندوق قيمته 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري لمدة 3 سنوات. بتأمل الحكومة بأن يسهم هذا الاتفاق مع صندوق النقد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي اللي بدأ باعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة وميزانية الدولة خلال عام 2016-2017، واللي بتعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الاقتصادي. للحديث أكثر تفصيلا حول هذا القرض والحزمة التمويلية التي تريدها مصر، مش بس من القرض، يعني احنا بنتكلم عن 21 مليار دولار، 12 منهم هم اللي من صندوق النقد الدولي. هنتكلم عن هذه الحزمة وكيف تفيد وتنعش الاقتصاد المصري، وهل لها تبعات اقتصادية واجتماعية أخرى على محدودي الدخل، وأسئلة كثيرة جدا هنطرحها في هذا النقاش على الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. مساء الخير دكتور إيهاب، وأهلا بحضرتك. بيشرفنا أيضا بالحضور الدكتور خالد نجاتي رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مساء الخير يا دكتور خالد، وأهلا بحضرتك. أبدأ حديثي معك دكتور إيهاب، خلينا نتكلم في البداية عن الأسباب التي دفعت إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على القرض. أولا، متى تلجأ الدول إلى المؤسسات المالية إلى الاقتراض، ولماذا الصورة الذهنية لدى البعض حيال هذه المؤسسات هي صورة سيئة؟ طيب، في شقين في السؤال اللي حضرتك سألته، ليه احنا لجأنا للصندوق والصورة الذهنية للصندوق دي غاية في الأهمية. لجأنا للصندوق النقد الدولي في الحقيقة ان احنا عندنا مشكلة اقتصادية واضحة للجميع بتظهر، انا معلش عندي برد بس لا سلامتك الله يسلم، لكن بتظهر في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية، زي عندنا عجز كبير في ميزان المدفوعات، وده منعكس طبعا على أزمة الدولار، ان عندنا الدولارات قليلة وبالتالي سعره بيرتفع، وعندنا عجز ايضا كبير في الموازنة العامة. وعشان المشاهد برضو، ميزان المدفوعات معناه احنا اي فلوس خارجة من مصر او اي فلوس داخله من مصر، زي مثلا لما بنصدر بيجي لنا فلوس، يجي استثمار اجنبي من بره يخش مصر، لما احنا نستورد الفلوس بتخرج بره، كل ده بيسجل في ميزان المدفوعات. احنا عندنا عجز فيه، عندنا ايضا عجز في الموازنه العامه للدوله، اللي هي ايه الايرادات بتاعه الحكومه اللي بتخش لها، وايه النفقات بتاعه الحكومه، ودي بتبقى مقدره لسنه قادمه، دي ايضا عندنا فيها عجز كبير، وده منعكس على تدني الأجور مقابل أسعار مرتفعة. والإحصاءات الأخيرة للجهاز المركزي تابع للإحصاء وضح أن حتى نسبة الفقر للأسف حصل فيها تزايد. فإحنا عندنا مشكلة اقتصادية الحكومة أنا في تقديري ما قدرتش تحلها، فبالتالي لجأت لصندوق النقد الدولي عشان هتاخد منه أموال، والاموال مش هي اللي هتحل لنا المشكله. يعني مبدئيا انا موافق على هذا القرض من الصندوق. ليه؟ لان صندوق النقد الدولي بيلزم الدوله اللي هيديها قرض ببرنامج اصلاح اقتصادي، بس الحكومه هي اللي بتحطه. يعني زمان كان الصندوق اللي بيحطه، حاليا الحكومات هي اللي بتقترح البرنامج، خبراء الصندوق بيقعدوا مع الحكومه يتكلموا معاهم لدراسه البرنامج، يقول لهم ده كويس ده وحش، احنا موافقين على ده مش موافقين على ده، والتفاوض مش من منطلق ولا ده اقوى ولا ده اقوى، من منطلق ايه الاعتبارات الاقتصاديه اللي تصلح الاقتصاد عشان الصندوق يضمن ان فلوسه ترجع له في النهايه. الاقتصاد ممكن يحدث بالفعل فيه اصلاح اقتصادي. ده من ناحيه الصوره الذهنيه، الاسباب. الصوره الذهنيه في الحقيقه لصندوق النقد الدولي عند البعض كتير ان هو استعمار، وان هو هيمنه، وان هو بيسبب الفقر للدول، ودي اراء يعني برضو احنا لازم نحترمها. لكن في راي تاني يقال لازم نعرفه، ان هذا الصندوق لما انشئ في 45 كانت مصر احد مؤسسيه. ويعني ايه احد مؤسسيه؟ يعني مصر دفعت فلوس لها حصه في الصندوق. لها حصه. الحصه دي بتظهر على هيئه ما يسمى حاجه اسمها حقوق السحب الخاصه. أي. عمله جوه صندوق النقد الدولي لا تتداول في الخارج. مصر او اي دوله لما بتيجي تقترض هي بتدي حقوق السحب الخاصه دي للصندوق، وبتاخد مقابلها عمله من العملات المتداوله، وهي طبعا الدولار الامريكي لان هو العمله الدوليه. الصندوق مهما يقول
في النهاية الحكومات في الدول النامية ممكن ترضى وممكن ما تنفذش صحيح كلامه. صحيح. ففي النهاية المسؤولية تقع على مين؟ على عاتق الحكومة. وفي الآخر في مفاوضات. في الآخر في مفاوضات. بالتأكيد حنسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب يعني. فلا يجب إن إحنا نعلق أي مشكلة على شماعة الغير. ولا يجب إن إحنا نعتمد على الصورة الذهنية القديمة لصندوق النقد الدولي لأنها مصر كانت كذلك مصر ولكنها لم تعد كذلك الآن. وخاصة إن في تجارب مع الصندوق لدول حصل فيها مشاكل وفي تجارب أخرى نجحت من ضمنها على فكرة تجربة مصر. يعتمد يعني على الدول. تجربة مصر في التسعينات لما اتفقنا مع الصندوق النقد الدولي كان أحد فعلا البدائل اللي خلت الاقتصاد المصري وقتها يتحسن مؤشراته الاقتصادية. جميل جدا. طيب دكتور خالد نجاتي، لماذا لا يزال الاقتصاد المصري يعاني تبعات بعد 5 سنوات من عدم الاستقرار الداخلي؟ يعني إيه اللي حصل خلانا نصل في النهاية إلى الصندوق؟ أولا اللي مر بمصر خلال 5 سنوات اللي فاتت دول كان كفيلا بأن يقضي على أي اقتصاد دولة. وخلينا واقعيين، احنا كان الناس بتقول سعر الجنيه انخفض امام الدولار، احنا كان انت كنت معرض ما يبقاش عندك جنيه ولا يبقى عندك عمله، كنت معرض ما يبقاش عندك بيت تبات فيه، ما كانش يبقى عندك اي اقتصاد ولا اي استيراد ولا اي تصدير ولا جهاز مصرفي من اي نوع. فاحنا لما نزلنا لتأييد الرئيس السيسي في 30/6 ما طلبناش منه عداله اجتماعيه ولا اعاده توزيع الدخل ولا خلاف، طلبنا منه حاجه واحده بس، اعاده الامن والامان لمصر. ده كان السبب الرئيسي. النهارده لما يبقى الراجل نجح في هذا بنسبه 100% من وجهه نظري، وزود الاحتياطي النقدي، كان استلم من مرسي 14 مليار النهارده بيبقى 16 و17، سد 5 مليار كان مرسي استلفهم من قطر، سد 2.7 او 2.9 لنادي باريس، رفع حصه مصر في صندوق النقد الدولي السنه اللي فاتت من 1.9 مليار دولار خليها 2.9 مليار دولار، اللي بموجبها احنا النهارده قاعدين بنتفاوض باريحيه تامه ان احنا ممكن ناخد 12 مليار دولار زي ما وضح الدكتور ابراهيم. اللي حصل في مصر ده كان لابد انه يحصل، ونحمد الله. المشكله في مصر ان احنا شعب لا نحمد الله، احنا كان ممكن المعارضين لأسوأ من هذا بكثير. فاي واحد قاعد كده في التكييف يقول اصل العيشه بقت غاليه، ده سبب، ده ثمن بخس ندفعه للي مر بمصر خلال 5 سنوات الماضيه، ونحمد الله على ذلك. طيب يعني الاهداف من وراء هذا القرض يعني زي ما الحكومه ايضا اوضحت هو سد العجز في الموازنه العامه للدوله وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات عن طريق السيطره على الميزان التجاري فضلا عن زياده الدولار في البنك المركزي، وده ذكره ايضا الدكتور ايهاب. هل من مزايا اخرى لهذا القرض؟ ايوه طبعا، لا يجب ان يستخدم هذا القرض بالكامل وبالكليه في سداد عجز الموازنه. ما ينفعش تاخد قرض صندوق النقد الدولي تحطه وتسد بيه عجز الموازنه بتاعك وتسد بيه المرتبات الحكوميه والاجور الحكوميه وخلافه، هذا لا يجوز ابدا، يجب ان يستخدم جزء منه في سد عجز الموازنه وجزء منه مشروعات تنمويه تساعد في نهضه حقيقيه اقتصاديه، ولا اعتقد ابدا باي حل من تساعد في اصلاح الاقتصاد طبعا والسيطره على ميزان المدفوعات. ما هو دي احنا مش عايزين، انت يعني اكلني سمكه تاكلني النهارده، العلي من الصيد تأكلني كل يوم. فما ينفعش النهارده بناخد 12 مليار دولار على 3 سنوات عشان نسأل بيهم عجز الموازنة. أولا لن يقبل الصندوق ذلك، الصندوق لن يقبل تاخد 12 مليار تحطهم في عجز الموازنة وفي أجور العاملين، هذا لن يحدث. فلابد من استخدام جزء من هذه النسبة بالاتفاق مع الصندوق وتكون واضحة وضوح الشمس في البرنامج الاقتصادي اللي مقدم للصندوق وجاري عليه التفاوض الآن، بأن يكون هناك مشروعات تنموية تساعد في حل المشكلة الاقتصادية. ولكن في نقطة بس أحب أنوه عنها جدا، أنت مشكلتك في مصر أساسا مشكلة اقتصادية، وأنا بقالي 2-3 سنين بتكلم في نفس النقطة دي، مشكلتك في مصر أساسا مشكلة اقتصادية. كيف لك أن تنهض بدولة اقتصاديا وليس لك وليس لا عندك وزير اقتصاد ولا وزارة اقتصاد؟ الاقتصاد أعم وأشمل بكثير من السياسة النقدية ومن الجهاز المصرفي، الاقتصاد هو علم تحريك الأموال لتغطية الاحتياجات. فالنهارده انت مشكلتك اساسا اقتصاديه وما عندكش وزير اقتصاد ولا وزاره اقتصاد. بس عندنا مجموعه اقتصاديه؟ عندك مجموعه اقتصاديه اسف اني اقول ليس بينها اي تناغم او تناسق من اي نوع. البنك المركزي كجهاز مصرفي بيستتبع الان سياسه تقشفيه، والحكومه ممثله في وزاره الاستثمار عايز تتبع سياسه توسعيه للاستثمار لجذب الاستثمار، فهناك تعارض. ورئيس الحكومه مظلوم في النص، لان رئيس الحكومه ليس له خبره اقتصاديه، وهو ليس يعني هو خبره بتروليه. فمين اللي هيحكم هنا؟ لو اختلفوا داخليا في المجموعه الاقتصاديه، مين اللي هيحكم؟ مين الصح ومين الغلط؟ فالنقطة هامة جدا. ايه رأيك يا دكتور إيهاب فيما قاله الدكتور خالد من انه ما فيش وزارة اقتصاد، ما فيش وزير اقتصاد، المجموعة الوزارية ليس بينها الاقتصادية؟
ليس بينها تناغم. بس قبل ما ارد على النقطه دي انا عايز اعلق على حاجه قالها الاستاذ خالد، والخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه، واعتقد ان هو ما يقصدش، لان هو بعد كده اتكلم وهو بيتكلم ان في عندنا مشكله اقتصاديه وهو عايز يحلها. يعني فكره ان احنا شعب ما بيحمدش ربنا، انا لا مش شايف ان شعبنا كده. من حق الشعب ان هو يبقى عنده امال وطموحات، من حق الشعب اللي فيه نسبه فقر 6 و7 28% ان هو يرفض نسبه الفقر دي ويحاول يغيرها. اي حكومه واي رئيس بيجي عشان يحسن الاوضاع بتاعه الدوله، واحنا لو ما طالبناش بهذا مش هيحصل هذا. لكن كل مقام المقال، يعني في اوقات في وقت تطالب بيه بذلك، هي دي المشكله. طول الوقت لابد ان نطالب بهذا، هذا من حق الشعب، وده مش معناه بينقص من الحكومه ولا بينقص من الرئيس لما انت تقول له اعمل كذا او ما تعملش كذا. جميل جدا، ده شيء طبيعي. الشق اللي في الوزاره، في الحقيقه انا بتفق مع الاستاذ خالد في هذا، دكتور ان خالد كان يفضل الدكتور خالد ان كان يفضل يبقى في نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصاديه، بحيث يبقى عامل تنسيق بين المجموعه الاقتصاديه، ده كان هيقوي، لان احنا مشكلتنا في الاساس في الحقيقه هي اقتصاديه، ولو المشكله الاقتصاديه اتحلت كل المشاكل الاجتماعيه والسياسيه هتتحل. مظبوط. وللاسف احنا بنحلش مشكلتنا الاقتصاديه، على الرغم ان هناك حلول كثيره جدا ممكن تنقل مصر من هذا الوضع الى وضع افضل بكثير. فالمجموعه الاقتصاديه الوزراء الى حد ما ممكن احيانا يتفقوا، ممكن يختلفوا، رئيس الوزراء غير متخصص في الاقتصاد فممكن ينحاز احيانا لده او ينحاز لده، يعني فكره وجود نائب رئيس وزراء الشؤون الاقتصاديه يبقى متفرغ، يعني ما يبقاش زي ايام الدكتور حازم بلاوي قبل ما جه رئيس وزراء كان ماسك نائب رئيس الوزراء ووزير المالية. فده كان عبء عليه وزارة المالية. وتفرغ لوزارة المالية ونسي ان هو يبقى نائب رئيس وزراء. لا، لو في نائب رئيس وزراء الشؤون الاقتصادية بدون وزارة يبقى هو شغلته مسؤول عن المجموعة الاقتصادية، ده هيعمل تنسيق اكتر ويدي قوة للمجموعة الاقتصادية. اما فكرة وزارة الاقتصاد هي متفصصة، يعني ما احنا عندنا وزارة للتخطيط، وزارة للاستثمار، في محافظ للبنك المركزي، وزارة التعاون الدولي، فالاقتصاد ما بقاش حاجة واحدة متجمعة في وزارة واحدة. لا، ما ينفعش، بقت صعبة دلوقتي. يعني التخصص بقى مطلوب، تشعب وتشعب بكتير، ففكرة التخصص لما يبقى كل واحد مسؤول عن نقطة ويحسن فيها ده افضل. بس طبعا لازم يبقى في بينهم تنسيق. يعني النقطة اللي قالها دكتور خالد ان يبقى في وزارة عايزة تعمل سياسة توسعية وجهة اخرى عايزة تعمل سياسة انكماشية، دي بيبقى لها مشكلة كبيرة جدا على الاقتصاد. لابد ان اتجاه الحكومة كله مع البنك المركزي، لاما سياسة توسعية لاما سياسة انكماشية. دكتور خالد، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني انه هذا القرض يعني له مردود إيجابي في رفع مستوى مصر الائتماني، وده هيشجع المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى للعمل داخل مصر. إذن القرض ما هوش فلوس وبس، أموال فقط بنسد بيها احتياجات معينة أو بنعمل بيها مشروعات تنموية، ولكن أيضا هو لرفع تصنيف مصر الائتماني ولاحتلالها مركز معين في الاقتصاد العالمي. كلام حضرتك مظبوط. هو مجرد ما مصر مش بس تاخد القرض، مجرد ما مصر تتيجي مجرد ما يعلن عن ان في تفاوضات ايجابيه، تصنيف مصر الائتماني اوتوماتيك هيزيد، يرتفع تلقائيا. لان ده ما بالك بقى لو خدنا القرض اساسا، لان دي يعتبر سيبك من مش مهم، لا يعنيني مركزنا فين اقتصاديا، ولكن يعنيني ان دي شهاده اعتماد دوليه للاقتصاد المصري. شهاده اعتماد دوليه للاقتصاد المصري. طالما صندوقنا الدولي والبنك، على فكره التمويل زي ما حضرتك قلت مش جاي من الصندوق بس، في جاي من البنك الدولي، حزمه 21 مليار دولار بس فقط الصندوق. على الصندوق ال 12 مليار تنسيق يعتبر شهاده ميلاد جديده للاقتصاد المصري. التصنيف الائتماني بتاع اي دوله لابد ان يكون في مرحله جيده. يعني احنا مصر بعد يناير 2011 حصل تدهور فظيع جدا في تصنيف مصر الائتماني. على مدار سنه واحده وصلنا مرحله متدنيه جدا، نزلنا اكثر من 4 أو 5 أقسام في اقل من سنه. مجرد ما حصل شويه ثبات سياسي ابتدى التصنيف الائتماني يستقر ويبقى بوزيتيف اوتلوك او نظره مستقبليه ايجابيه. ما زادش بس بقى نظره مستقبليه ايجابيه وابتدى يزيد بعد كده. فتصنيف مصر الائتماني لا يعتمد فقط على النواحي الاقتصاديه، ولكن يعتمد على النواحي السياسيه والنواحي الامنيه من باب اولى. لان من باب اولى، لان تصنيف مصر تدهور بسبب النواحي السياسيه والامنيه وليس بسبب النواحي الاقتصاديه. واللي هيزوده الثبات السياسي والامني، وده اللي حصل لما بعد انتخابات الرئيس السيسي ابتدى يبقى في استابيليتي، في استقرار في التصنيف الائتماني، وابتدى يزيد شويه شويه.
فهو السياسة والأمن هما الأساس في تصنيف مصر تاني. بدون سياسة وأمن لن يستطيع أي مستثمر أن هو يضخ أي استثمارات في الدولة وبالتالي يأثر على الاقتصاد. فالسياسة والاقتصاد هنا هما وجهان لعملة واحدة. طيب دكتور إيهاب، يعني فكرة أعطاء شهادة ثقة في الاقتصاد المصري من خلال الصندوق، ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستثمر الأجنبي؟ يعني ان هذا الاقتصاد بينفذ برنامج اصلاح اقتصادي، فاحوال الاقتصاد هتتحسن فيستطيع ان هو يدخل هذه الدولة. والعكس صحيح، اذا حدث اتفاق مع صندوق النقد الدولي والحكومة ما التزمتش بالبنود، فالصندوق هيعلن اولا مش هيديهم بقية الفلوس، وهيعلن ان هي مش ملتزمين بالبرنامج. وده ما اعتقدش هيحصل من الحكومة المصرية ولا عمره هيحصل من مصر. فالتزام مصر برنامج اصلاح اقتصادي معناه ان في تحسن في المناخ الاقتصادي، ومن ضمنه مناخ الاستثمار اللي بيعاني منه المستثمر. وده يعني نقطة غاية في الأهمية، لأن احنا في النهاية كل ده بنعمله عشان نجذب استثمارات، وده جزء من حل الدولار. لو جذبنا استثمار سواء محلي أو استثمار أجنبي كل هذه المشاكل هتتحل. وما زال للأسف هناك بيروقراطية شديدة في إنشاء المشروعات وفي تخصيص الأراضي. أنا عايز أعرف إيه المشكلة؟ يعني إحنا بنتكلم عن الموضوع ده كتير قوي يا دكتور إيهاب، يعني البيروقراطية وإنه مشاكل المستثمرين، رغم إنه القيادة السياسية ماشية بسرعة الرهوان زي ما بيقولوا في تحقيق أي تقدم اقتصادي في البلد، لكن بنلاقي إنه يعني المستويات الأدنى من ذلك لا تسير بنفس السرعة، بل بالعكس في بعض الأحيان بتبقى معوقة للسياسة العليا. طيب الحل إيه؟ نتصرف إزاي يعني؟ يعني دي ظاهرة في مصر على فكرة منذ قرون، وهي دايماً عندنا مشكلة. بس احنا مش في حمل هذه الظاهرة دلوقتي، احنا في وضع حرج. بالتأكيد. وعلى فكرة يعني انا مثلا زهقت من بكرر دايما نفس الجملة دي، ساعات بحس ان انا ابقى ممل، بس في نفس الوقت بحس ان ده واجب عليا اللي انا اقوله، ان ده جزء اساسي من حل مشاكل مصر. احنا كل اللي بنعمله ده ليه؟ يعني حضرتك بتقول لي هناخد شهادة ثقة، شهادة ثقة عشان يجي مستثمرين. طب لما يجي مستثمر بعدين يخش عشان ينشئ مصنع ولا ينشئ مشروعات. انا قريب من هذا المجال، في ناس بقالهم 5 سنين عشان ياخدوا موافقه. طيب بعد كده طب هيعمل ايه؟ ما مش هيمشي. طيب يبقى احنا عملنا ايه؟ يعني احنا لو حلينا هذه المشكله، ودي لازم تيجي من فوق، من الرئيس ومن رئيس الوزراء، تيجي بقرارات علويه. وفي الحقيقه يعني حتى قانون الاستثمار اللي اتعمل في عجاله ما حلش هذه المشكله. بالضبط. قال شباك واحد. هذا الشباك الواحد انا قلت من وقتها مش هو الحل. طالما انت عملت شباك واحد وابقيت على جميع الجهات اللي بتوافق، اللي هي اكتر من 118 مزبوط. جهه مزبوط. خلاص فضل عندك المشكله 118 يعني جهه، اكتر من 118 جهه. بالعكس، ده المستثمر الاول كان بيلف بنفسه، كان ممكن يخلص نفسه، لكن دلوقتي مندوب وزاره الاستثمار لما يروح يلف ممكن يبقى اكتر. فدي مشكله لازم بد ان احنا نحلها. واخشى ما اخشاه ان يكون ده مش في برنامج الاصلاح مع صندوق النقد الدولي، لسه احنا ما شفناهوش. ان الصندوق في النهايه بقى عنده يهمه جدا المؤشرات الكليه يحصل فيها تحسن. وهناك العديد من الحلول مش بس الاستثمار، فممكن يبقى في حلول اخرى لخفض عجز الموازنه العامه، في حلول اخرى لخفض العجز في ميزان المدفوعات. ودي ما يتمش التركيز على النقطه دي، لانه من الممكن ان ترتفع المؤشرات الاوليه بطرق اخرى. حضرتك تقصد كده بالظبط. فهنفضل معتمدين على القروض والمساعدات، وده ما ينفعش. لابد ان احنا نعتمد على انفسنا في الاستثمارات المحليه والاستثمارات الاجنبيه. وبالمناسبه يعني الدكتور خالد اتكلم ان احنا ما ينفعش هذا اموال هذا القرض ان احنا نضخها في حاجات استهلاكيه ولازم نعمل بيها مشروعات. انا بتفق معاه تماما. مش بس كده، وبقول لازم هذه المشروعات تكون صناعات تصديريه. هو ده الحل بتاعنا. لابد ان هذه الاموال تضخ لاقامه صناعات تصديريه. اولا دي محتاجة تحسين التعليم، محتاجة سرعة في اتخاذ القرار. معناها اللي احنا هنصدر سلع للخارج، فهتجيب لنا عملة أجنبية هتحل لنا مشاكل كتيرة خاصة بالدولار، وهتوسع قاعدة الصناعة وهتشغل عمالة. ده جزء أساسي لابد أن يكون من البرنامج. طيب احنا معانا على الهاتف الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي. مساء الخير يا دكتور محمد. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك. طيب يعني هناك بعثة موجودة الآن من صندوق النقد الدولي في مصر، لقاءات لمدة أسبوعين مع الحكومة في إطار المباحثات الرسمية حول طلب مصر قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار ضمن حزمة مستهدفة حوالي 21 مليار دولار. كيف ينعكس ذلك على الاقتصاد المصري والتصنيف الائتماني في مصر من وجهة نظرك؟
بالفعل هي البعث ديت مستمرة المفاوضات معاها لما يقارب الأسبوع حتى الآن للاطلاع على خطة مصر للتنمية الاقتصادية والنهوض بالأداء الاقتصادي المصري. اللي بحب أكد عليه إن مفيش اشتراطات جاي بيها الصندوق على مصر، إنما هو طالب إنه يشوف إيه الأهداف اللي حطاها مصر، اللي حطاها الإدارة أو الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد وكيفية تحقيقها والجدول الزمني للعوائد به الأهداف المحطوطة. ده بداية. ثاني حاجة، احنا بنستهدف ان توجه هذه الأموال لتطوير الصناعة المصرية خاصة في الفرص الاستثمارية ذات العائد المرتفع. أنا دايما بأكد ان واجب على مصر انها تدير الاستثمارات ذات العائد المرتفع افضل من انها تعرضها لاستثمارات خارجية، لان في هذه الحالة يعود هذا العائد المرتفع وخاصة قصيرة المدى، خاصة الاستثمارات العائد المرتفع قصيرة المدى، لان في الحالة دي العائد ده بيعود على الدولة وكمان بتقدر تغطي منه بشكل آمن جدا هذه المديونية. وإن كانت المديونية دي بتاخد فترات سماح بتصل لعشر سنين وبالفايدة العالمية المنخفضة اللي هي 1.5% ل1.8 أو بحد أقصى 2%، إنما بتبقى الميزة من القروض من صندوق النقد الدولي إن بناخد فترات سماح طويلة وإننا بنتعامل بمعدل الفايدة العالمية بتعتبر قروض تنموية. الإشكالات قصيرة المدى ذات العائد المرتفع زي فرص التعدين في المعادن النفيسة وفي المعادن التي تزخر بها مصر. هي مصر ثالث دولة على مستوى العالم في الثروات الأحفورية أو الثروات المعدنية، ودي في منها مشروعات في خلال سنتين بتقدر تدخل دخل كبير جدا لمصر. واتعشم ان الشركات اللي مملوكة لوزارة الاستثمار يتم تفعيلها زي شركة النصر للتعدين، شركة النصر لمشتقات البترول. دي اعتقد دول الشركتين الفضلتين لوزارة الاستثمار، اتمنى ان هم يشتغلوا بما لديهم من خبره و جميل في اداره الثروه المعدنيه، يشتغلوا في معادن جديده خاصه في الكشوفات اللي تمت في سواء في سيناء او في صعيد مصر او حتى في الصحراء الشرقيه. اشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه دكتور محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادي الافريقي. دكتور خالد نجاتي، يعني ايضا فكره مهمه قالها دكتور محمد عبد الغفار انه الاستثمار في المشروعات اللي من الممكن ان تدر عائد سريع على مصر لتسديد المديونية وأيضا إدخال يعني هذا العائد إلى الاقتصاد المصري، وذكر التعدين وقال مكانة مصر اللي هي المكانة الثالثة في العالم في مستوى التعدين الأحفوري. يعني أفكار، هي دي كلها أفكار، مش بس سد القرض لما يعني تبرم الصفقة، ولكن هي أفكار للاقتصاد بشكل عام، يعني استغلال ما للثروات، تفكير بطريقة مختلفة. احنا بنلاقي ساعات انه الطريقة تقليدية في التفكير، بنتكلم عن بس السياحة، بنتكلم عن بس العائدات اللي هي ريعة زي ما بيتقال عليها، انما يعني ما بنركزش قوي على الصناعة. طبعا زي ما قلنا في الاول ان القياده السياسيه مركزه في كل ده، لكن احنا بنتكلم دايما عن المستويات الدنيا او اللي بتنفذ الكلام، بنلاقي حاجه ثانيه. فيعني لازم كل ده يتاخد في الاعتبار، ايه اللي ينسقه مع بعض وازاي نعمله؟ هو طبعا دور اتحاد الصناعات مهم جدا في الحته دي، ولكن انا لازم اعلق ان في انت عندك اكتر من 1000 مصنع في مصر متعثر ويعني على وشك الافلاس. فالمصانع دي احنا بقالنا سنين بنقول ان لابد من تعويم المصانع المتعثره، منها مصانع بتصدر. يعني انا اعرف مصانع نسيج كانت بتعمل ملايين الملايين في منطقه زي بورسعيد وفي المحله. صحيح. النهارده قافلين واصحابهم في السجن بسبب ايه؟ هم ما عملوش اي حاجه. شركات السياحه اللي كانت بتدخل تقريبا تلت العمله الصعبه بتاعتك، يعني طب فين؟
كلها متعثره وعليهم ملاحقات قانونيه من المؤسسات الماليه. فاحنا النهارده بدل ما نبتدي لسه ندور على شركات جديده واجهات جديده نبتدي نشغلها، طب ما انت عندك مصانع لو ضخيت فيها سيوله هتشتغل وتصدر وتدخل لك عمله فورا. انت عايز طريقه سريعه، شغل المصانع المتعثره اللي خاصه بالتصدير، مصانع النسيج. شغل المصانع دي، عندك اكتر من 350 مصنع نسيج قافلين. لو خدوا جزء دعم صغير من الحكومه هيشتغلوا ب 70% من الطاقه وهيدخلك عمله صعبه تاني يوم. فانت ليه ندور ندور على حاجه خارج الصندوق الدبسي، ندور على مشروعات جديده وقطاعات جديده نفكر فيها ونجرب لسه فيها ليه؟ ما انت عندك مشروعات قائمه ومصانع جاهزه، عايزه شويه دعم صغير وشويه تعاون من الجهات الماليه والمؤسسات الماليه والبنك المركزي وتشتغل. اعمل صندوق حط فيه. انت النهارده عندك مشكله كبيره، الدعم اللي كل الناس بتتكلم على الدعم عشان عايزه لما بنقول ترشيد الدعم ما بنقولش تخفيض الدعم، في فرق بين ترشيد الدعم وتخفيض الدعم. ترشيد الدعم يعني ان الدعم يروح لمستحقيه بالظبط، لما حرك ليك 10 جنيه بتحطه في بنزين يبقى تاخد ال 10 جنيه ما يبقوش 8. لكن المشكله ان انت عندك كل الدعم اللي بيتقدم حوالي 210 مليار كل الدعم اللي بنتكلم 210 مليار بنزين بعيش بغاز بكله بكهرباء بكله. طب انت عندك بس اجور الحكومه موظفي الحكومه 228 مليار، ده بند واحد بس، اكتر من الدعم اللي عامل المشكله دي كلها. انا ادعي ان 60% من موظفي الحكومه يعتبروا عاطلين وداخل نسبه البطاله، بل بالعكس هم اضر على الاقتصاد من نسبه البطاله، لان العاطل اللي قاعد في بيته ما بيكلفنيش مرتب شهري. اما الموظف الحكومه اللي بيقبض مرتب شهري وغير منتج فده بيضر الاقتصاد، انه بيكلفني فلوس وغير منتج، يا ريت يبقى بس عاطل بس. انت عندك حاجات كتير جدا ممكن تتعمل موجوده حاليا. اعاده هيكله موظفي الحكومه ده قرار جريء لن يصدر الا من رجل بجرأه، الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب احنا معانا على الهاتف النائب محمد بدراوي وكيل لجنه الصناعه بمجلس النواب. مساء الخير يا سياده النائب. مساء النور. اهلا بيك. اذا يعني كان هناك ايضا النائب علي المصلحي رئيس لجنه الشؤون الاقتصاديه في مجلس النواب قال انه قرض صندوق النقد الدولي لمصر ضروري لسد عجز الموازنه، وقال انه اللجنه الاقتصاديه في انعقاد مستمر لدراسه اثار القرض على محدودي الدخل. انت كنائب في البرلمان رايك ايه في هذا القرض؟ طيب وقت صندوق النقد الدولي طبعا يعني امر مستحق لمصر، وهو ليس يعني منا او منحه من احد. احنا صندوق النقد الدولي، احنا مصر من الدول المؤسسه لهذا الصندوق وايضا مساهمه في البنك الدولي وفي العديد من المؤسسات الدوليه المانحه، وبالتالي فكره ان هذا القرض من المستحقات لمصر ده امر مفروغ منه. احتياجنا لهذا القرض في هذا التوقيت هام جدا، لان هو دفعه مهمه جدا على المستويين، مستوى تقليل عجز الموازنه المرتفع للغايه واللي بيبلغ السنه القادمه 319 مليار جنيه، وعلى الجانب الاخر هو دفعه للعمله الاجنبيه لزياده الاحتياطي الاجنبي حتى يتخطى ال 20 مليار دولار، لان احنا النهارده بنتكلم في 17.5 مليار دولار تقريبا، والقرض هيتخطى 4 مليار دولار، وبالتالي احنا هنتخطى ال 20 مليار دولار لو بنقدر في هذه الحاله نسيطر على سوق الصرف ونوحد الفرق اللي موجود حاليا، الفجوه اللي موجوده في سعر الدولار ما بين سعر السوق الرسمي اللي في البنك المركزي والسوق الخارجي، لان مجرد ما احنا هندفع هذا السوق الى رفع الاسعار هيكون عند الاحتياطي عند البنك المركزي يسمح بالدفاع عن العمله عند مستوى مناسب. لكن الاهم الحقيقه من فكره القرض، وانا بقول ان القرض ده يعني قرض مش كبير وما يتكلمش كتير، ان القرض ده يعني هام لمصر جدا، هذا القرض مهم لمصر جدا، لكن الحصول عليه مصر اصبحت اكبر من ذلك بكثير. شايف ان الاقتصاد داخل مصر لابد ان يتحرك، وانا كنت سامع مش عارف ضيفك الكريم اللي بيتكلم او مداخله مش عارف كان بيتحدث عن دعم الصناعه وهذا امر هام. فكره دعم المصانع المتوقفه المتعثره امر في غايه الاهميه، هناك صندوق براس مال 150 مليون جنيه متفق عليه المفروض بين اربع جهات مانحه وبقياده مركز تحديث الصناعه، ينتظر فقط من رئيس الوزراء التوقيع للبدء في عمله، لان ده هيقيل، هنبدا بقى نشتغل 50 مصنع في 50 مصنع، عندنا 871 مصنع مقيدين في مركز تحديث الصناعه، لكن طبعا هناك الاف المصانع المتعثره، لكن دي بس مصانع هنبدا بيها. اعتقد ان بدايه الصندوق ده هيبقى مهم جدا عشان نقدر نقوم المصانع الواقفه ونشغل الناس، وفي نفس الوقت نعمل اضافه حقيقيه للتصدير. ايضا بقيه الانشطه الاخرى اللي بنتكلم عليها زي السياحه وزي الصادرات امر في غايه الاهميه، ان نستعيد السياحه خاصه في المرحله القصيره السياحه العربيه، وانا بنقول ان لابد في الفتره القصيره اللي جايه دي يعني يتواجد حتى السياحه العربيه، السياحه العرب
السنه اللي فاتت السياح السعوديين 10 مليون سائح طالعين من السعوديه صارفين 96 مليار ريال، وبالتالي السائح العربي سائح غني وبيحبوا مصر جدا. الفكره احنا التوجه ناحيه فقط السياحه الروسيه والسياحه الاوروبيه في الوقت الحالي، انت عارف احنا عندنا علينا يعني مشكله كبيره بره في هذا الموضوع. عشان كده احنا بنتحدث عن لابد نجري بسرعه في كل الاتجاهات. قرض الصندوق هيدينا انبوبه اكسجين كويسه جدا للشهور القادمه، لكن ايضا لابد ان نعمل في كل المجالات بالتوازي عشان نقدر ننهض الاقتصاد المصري اللي انا شايف صحيح هو على يعني فعلا على عتبه الاقتصاد. يعني يجب الا ننظر الى هذا القرض على انه قرض ولكن انه دفع للاقتصاد لنهضه يعني جميع يعني مناحي الاقتصاد اللي هتضر علينا هذه العملة الصعبة وهتدخل دخل قومي لمصر. مظبوط كده 100%، ولازم بايدينا نحسن الاقتصاد بتاعنا، يعني لا ننتظر فقط الدفعات الخارجية. انا بقول لازم نتحرك داخليا وخارجيا على كل المستويات، والحين عايز الحكومة تسرع الخطة في الفترة اللي جاية. شايف الرئيس بيتحرك بسرعة قوي، عايز الحكومة برضك تشد حيلها شوية معانا الفترة اللي جاية ومجلس النواب ايضا في التشريعات المطلوبة عشان نقدر نهم بالبلد في وقت قياسي ان شاء الله. ان شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا النائب محمد بدراوي. ومعنا دكتور سعيد عبد الخالق عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع. مساء الخير يا دكتور سعيد. مساء النور يا فندم. رأيك إيه في القرض المزمع من صندوق النقد الدولي؟ أنا في تصوري مصر عضو في الصندوق وعضو مؤسس في صندوق النقد الدولي، وهذا الصندوق بيعطي تسهيلات للدول الأعضاء.